بهذه بلدية الشهداء، بلدية المجاهدين. شكرا. قامت اليوم مديرية التربية لشباب الرياضة دورة للمتوسطة ولاية البويرة، والهدف منها هذا مسابقة اكتشاف قدرات شبان في المستقبل إن شاء الله. شاركت في سباق براعم ذكر، تحصلت على المرتبة الأولى في صنف براعم في العدو الريفي، والهدف من هذا على مسافة 3 كيلومتر، والهدف من هذا السباق اكتشاف المواهب والقدرات، وأطمح للحصول على المرتبة الأولى في البطولة الوطنية. تحت رعاية سامية لمعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف السيد والي ولاية البويرة، مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية التربية والرابطة الولائية للرياضة المدرسية والرابطة الولائية لألعاب القوى، راح ننظم اليوم بعد غياب دام أكثر من 12 سنة تاع سباق العدو الريفي للشباب والجماعات المحلية. يعود هذه السنة هذا السباق اللي عنده أهداف كثيرة، وهي أولا تأسيس التلاميذ خاصة المتوسطات والمدارس الابتدائية لأهمية ممارسة الرياضة، وأيضا من أجل اكتشاف ربما بعض المواهب الرياضية خاصة في العدو الريفي أو في رياضة ألعاب القوى. أيضا راح نخلق جو الصداقة والتعارف بين كل أبناء أو تلاميذ المتوسطات مختلف المتوسطة على مستوى الولاية وعلى المستوى الوطني أيضا. في إطار المنافسات الرياضية بين التلاميذ والمؤسسات التربوية، تنظم اليوم مدينة تاغزوت سباق العدو الريفي الذي نظمته وزارة التربية الوطنية بإشراك عدة قطاعات. الهدف من هذه التظاهرة هو تحفيز الشباب على المنافسة، وكذلك انتقاء الفئات العمرية التي تتؤهل إلى مسابقات جهوية ثم وطنية، وتشرف الولاية في هذه المنافسات على غرار مما حدث في منافسة ثقافية المطالعة، وكذلك اختيار القصص وكتابة الرسائل.